بنهاية 2012 نحن نطمح أن تكون هذه الكلية من ضمن 1000 كلية في العالم إن شاء الله بجهد الجميع إن شاء الله. على الرغم هذه الظروف التعبانة، على الرغم هذه الظروف الصعبة في الإمكانيات، لدينا مركز مهارات افتتح العام الماضي، فأصبح هذا مركز أحسن مركز في العالم العربي، لقد اختير أحسن مركز في العالم العربي وإن شاء الله. وهذا مركز إن شاء الله نعملوكم تزوروه مرة جاية، واعطوا روحكم في أنتم اشوفوا بروحكم. الكلية أصبحت لها لوائح، لها قوانين، لها موقع، لها هيكلية إدارية، التدريس سواء في دراسة امتحانات بهيكلية إدارية بالمنظومة، مسجل الكلية بالمنظومة، لقد أسست مؤسسة في هذه الكلية. فنشكر الجميع لحضوركم هذا اليوم، ونشكر شركة الليبيان التي صراحة احتضنت هذا الحفل وتكرمت، وهي طبعا غنية عن التعريف ودائما سباقة، ونشكرها. نشكر جميع القائمين على هذا الحفل من طلاب وعضو التدريس ولبوا النداء وجاءوا هذا اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله بلادنا ستكون بخير، وكل يوم أفضل من يوم، وطموحنا في الله سبحانه وتعالى، وسنبني دولة ذات دولة القانون ودولة العلم إن شاء الله. وشكرا، بارك الله فيكم. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لعميد كلية الطب ولأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري الذين عملوا بروح الفريق الواحد تحقيقاً لأهداف كلية الطب ورسالتها السامية. كما أتوجه إلى الخريجين والخريجات اليوم بأحر التهاني القلبية بمناسبة تخرجهم اليوم، ونشارك أباءهم وأمهاتهم فرحتهم بذلك بهذا الحدث. الشكر الجزيل لمدير عام شركة ليبيانا على دعمه اللامحدود لرعاية هذا الحفل وإصراره على رسم الفرحة والبسمة على وجوه الخريجين في هذا اليوم. وفي النهاية أختم بالقول لخريجينا وخريجاتنا: انطلقوا إلى دروب النجاح معززين بالعلم والإيمان، فبهما تتحقق الآمال وتتجسد الرؤى. مدوا جسور التواصل بينكم، فأنتم أمل الحاضر وبناة المستقبل. وتذكروا أنكم كنتم فخر كلية الطب البشري بجامعة طرابلس، كما كانت هي فخراً لكم. وفقكم الله وسدد خطاكم في حياتكم العملية المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة في المدارس الثانوية الرغبة تحهم كلية الطب البشري. طبعاً جاءت هذه الرغبة وهذا العدد وهذا الزخم الكبير بناء على التميز للطبيب الليبي. الطبيب الليبي تميز في الخارج، ولعل كم مرة شاهدتم في الإذاعات على هناك مقابلات بأطباء مميزين في الخارج. كذلك هناك التميز بالداخل، جعل هذا التميز أن كثير من صارت كلية الطب رغبة للجميع، لكن في نفس الوقت هناك إمكانيات وهناك حاجة مجتمع. بالتالي كلية الطب كلية متميزة، كلية شهدت في السنوات الأخيرة كثير من التحسينات خلال الأقسام ومن خلال المناهج الدراسية. لا أطيل عليكم، أتمنى لأبناء الطلبة كل التوفيق، وأتمنى كذلك لهذا البلد الأمن والأمان. حفظ الله ليبيا، والسلام عليكم. سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم، سوف نبقى هنا، هنا كي يزول الألم،
موطني 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 ذا الإباء موطني موطني رغم كيد العداء رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم في المسير للعلا ومناجاة القمم الخريج أحمد محمد بن الأشهر خريج دفعة 35 بكلية جامعة طرابلس. اليوم الحفل كان التنسيق برعاية شركة لبيانا للهاتف المحمول، وكانت جهود التنسيق من شباب اتحاد طلبة كلية الطب البشري ودكتور محمد المشري ودكتور رضوان شنشن. كنا درنا فريق كامل، وكانت عبارة عن فكرة بدائية في الأول وكبرت وبدأنا تنسيق مع بعضنا، والحمد لله قدرنا بمساعدة دكاترتنا ومساعدة يعني أولياء أمورنا قدرنا نوصلوا لحاجة تشرف بها الدفعة إن شاء الله وتشرف البلاد في التو وفي المستقبل إن شاء الله. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني وبلدي، أن أكون مخلصا لديني وبلدي، ونراقب الله في ممارسة مهنة الطب، ونراقب الله في ممارسة مهنة الطب، مسخرا عملي لصون حياة الناس، مسخرا عملي لصون حياة الناس دون تفريق بينهم، دون تفريق بينهم، محافظا على أعراضهم، محافظا على أعراضهم، سادرا لعوراتهم، سادرا لعوراتهم، وكاتبا لأسرارهم، وكاتبا لأسرارهم، وأن أجتهد في طلب العلم، وأن أجتهد في طلب العلم، موقرا موقرا من علمني، من علمني، موقرا من علمني، موقرا من علمني، ومعلما من يسرني، ومعلما من يسرني، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. سوف نحيا هنا، سوف يحيي الغم.